عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد وتعملوا لايك كتير 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 قوي 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 للفيديو. النهارده يا جماعة هعمل تحدي انا وماما وامل طبعا ما قدمتش معايا وانا زعلانة ان هي ما تقدمش معايا الفيديو. فماما هقول لهم السلام عليكم. ما انا عملت كده و... على صوتك ايه ما يسمعوا هيحط سماعه. زمان يا جماعه هنعمل تحدي الايس كريم، كل واحد سته كل واحد ست ايس كريمات. فتعالوا بقى نبدا التحدي. العقاب ايه يا ماما؟ هنقول اخر الفيديو. طب ماشي، انا لو كسبت انا هقول عقاب من دماغي مش ولا مد ولا ضرب. العقاب 50 عصايه. هتضرب على رجلك؟ لا على رجل، لا انا اضربك على ايدك وانت تضربين على ايدي وانا اضربك على رجلي. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. ماشي. وبعدين لما هي تضربني يعني ده عقاب، مش ان هي مثلا قاعده بتضرب مامتها ومش عارفه ايه، لا ابدا ده عقاب. ماشي. مامتي فوق دماغها يا جماعه، فوق كله. قبل ما اي حد يقول لي ماما فوق دماغه في عيني. فنبدا التحدي. التحدي عمري ما تعرفوا ان انا بعشق الايس كريم يا جماعه. لو جبتوا لي 100 واحده هاكلها بس في السير. في مفاجأة قريب يا جماعه. مساء ما تقرميش. انت بتقرمي ماما بتطلع ترجي من منها. يا جماعة أمل وقفت عشان ده وجعتها ووقف. معلش إن أنا وجعتني. إن أنا اللي فوق. ساقعة قوي يا جماعة، باين عليا مش هكمل. لا ازاي ده يا ابني؟ عمرو منشا بالست الرعب. اعملوا دايت يا جماعة. شوف الزيت يا جماعة بتطلع ثلج ازاي؟ اسمها ايس كريم. ثلجية. كده يا بنتي بس حطها كلها بوقي كده. ما تتعز بقى. مش مناديل بقى يبقى كده قفل فوق. كده ازاي يا جماعة؟ بقى جنب حاجة يا حاجة مناديل. يا جماعة انا جبت مناديل. الاشتراك والله هنا بتاع اللايك احنا هنقولهم كل مره. هم ما بسمعوش الكلام يقعدوا تقولوا لهم. حطيتها كلها في بقها. قررت تنسحبي؟ لا ازياء ازياء الراء مش اي كلام. ايه
قولها يا ماما، قولها السنة بحب اسمعها. اعملوا لايك، اعملوا لايك يا حبايب قلبي، وحشتونا وحشتونا وحشتونا. ماما بتقول لك وحشتونا من قلبه. لا والله وحشتونا ماما حبايب قلبي، حبيب قلبي سمخة مقع حين الاشتلاقات. لسه معاك كم يا رميسة؟ ثلاثة. وانت يا ماما شكله مش حد يتعاقب فيكم. يا بنت بتعمل ايه؟ رميسة شكلها هي اللي هتكسب يا ماما، هتتضرب يا ماما. سيبولي واحدة. طيب ماما هتسيبك، مش هسيبك. ما انا قلتلك تعالي ما تضغطي. لا ما انت افتكرت انت اهو درسك وجعك. اعملي كده يا حاج رميساء. هتتكلم انت ساكن ليه؟ احنا بنعمل امور بوشنا. ده انت زورك هيوجعكوا، هيوجعكوا وجع. انت هتعيي في البتاع اللي ما ينسى هتتعب على فكره. خلاص بقول السلام عليكم. ممكن اجي؟ قلت له تعال. عشان عندها اللوز لما تاكل حاجه الساعه دي هتتعب. معلش بس اعمل التحدي برضه. اما اكلت في رمضان من وراك الكل الجيلاتية تعبت ومالي سخنية. مش قادرة الحق بس يعني جامدة ليه؟ يعني انت عارفة اللي انت كلت من ورانا الجيلات. ماشي ايس كريم يا جماعة. دي جامدة يا جماعة. انا رجلي وجعتها. انت عادي يا بابا. اما انت واقفه تصوري وانا ببني عضلات. يا روحي عايز حاسه بلساني ولا بزورك. حاسه ان لساني واقف، ما عادش حاسه بيه. بسرعة يا رميسة. أحلى بجلسات. بسرعة عشان تضرب ماما. أهي كده هوي. عايز أمسكك أبويك. عيب على دي يا حاج، على دي يا ماما. ما تحطهاش في الطبق، هتطبق على طول. دروسي دروسي بتعسر اللي في سكوش بدق على دروسي بس مش حافه بيه. ايوه يا اسطى. ايه مام كرهنا الانسحاب. ايه رميسة ما تاكليش ما تشيل.
باب العرق مش حاسه بدوري. انت بتبص لي وانا بنعمل انت تحبي نشوف عملت ايه؟ أعلى حاجة في ماما ان هي بتاكل بالراحة فمش عارفة. ماما بتعمل كده، ماما بتعمل كده كده عارفة واخدة الكيوتة دي منين. قولي هتنسحبي؟ سيب الأمل فاز لسه. بصي يا أمل دقيقتين ماشي قطمت جوه عايز يخرب بيتي. بس عاد بتعمل ازاي؟ انا مش امل في الحياة. شوف الاول اللي اول دقيقة فات دقيقة لسه، يعني لسه دقيقة هتفوت السنة. فات دقيقة يا جماعة لسه دقيقة. ايه والنب يا رب. بس يا جماعة ده قرب بس ما استحملوني مع محمد الفيديو. ربتك يا رميسة خير اكيد انه غالب بالراحة. استني بالراحة يا بنتي عشان تزور بالراحة يا ولا مو بالراحة يا قطع شوف الدنيا ما لسه حط يا رميسة في بقك. حط مجرد ما رميسة تخلص يعني تخلص اللي في الطبق هتكون كسبت. شوف ماما بابا بتبص عليه. يا ماما ادي ادي القرف دي. لا ما ينسى خلصت بتطلع عيني فدي يا خلاص. يلا بينا نتعاقب نتعاقب يلا نتعاقب. 50 عصاية يا أمه. 50 عصاية. ما كح من الحاجة الساعة دي اضرب بالراحة يا ساعة. ما يحصلش يا ساعة. انت ما رحمتنيش انت وامل الاسبوع دي. لا بابي انا نبدأ 50 عصاية. انت عارفي شلت ايدك خبط على دماغك. لا ده دماغي مصدع من الحاجة الساعة. والله هضربها على جسمك ان جيت هنا. حرام عليك. والنبي يسعدك. خلاص عبد. لا لا ليه لا مش هبل دي مش ما دي مش ضرب مش هبل دي مش ضرب تضربش عليك. انت بتعدوا؟ دي خمسة. دي اربعة ولا تمانية.
ثلاثة. لا والله خمسة. يا باي ما تحطش ايدك عليا، استني. يا سيدي ما كده ابعد ايدك ده عني. كده كام؟ كده كام؟ اهدي مش عارف اضرب. تسعة. جابنا قوي. افتح ايدي، افتح ايدي. اوه عشرة. بدأ يا ميسا. انت كنت فيا في غل بتاع البلح بتعزق عندك معاقوة. روحوا قدام الكاميرا كده. 12. هتفلت ايدك، هتيجي على جسمك. افتح ايد. يلا انا مش حل الكلام دي. لا ما تزود بالراحة عشان عامله ما يبقاش واحد. كده 16 17 يا باي 18. كده لغس اعمل الف دي 20 كده عشان اضرب 19 20 انا نكسب كم مرة؟ لو انت بتحب المرضى هنمد، انا مديلكوا على طول. هتعمل جهدك، هتعمل جهدك. 24 25 خلاص بقى. الله يديه شوفي. معلش. ايديه انسى. حمر. حمر. ايديه؟ مش باين. طب اعملي جنب بعض. لا من النبي ازاي ما تضربني من اهو. ماشي. تن. لا انت تضربني على مزاجي. هتفكر ان انا طيبة انا نايمة. 33 35 33 انت حقيقتك ما تجيبلهاش. 38 ينفع. اعملها ايه؟ اعملها افتح حلو. ما عملتش عامل معاكوا حاجة. والله ما عملت. قال لي قالك تدخلي معايا. كان كده يا أم 40 38 39 40 44. والنبي انت وامك هتستغلوني. 44 والله ما عملت ضرب. انت تزعل مني يا اختي. لسه ستة. لا يا ما مانيش عشان ايه ما تيجي عاجبك مانيش هسيب لك ولا خطوة. طب حياتي. ماشي. مش انت ما بتحبش الادب بقى. افتح ايدك. انا مش عايز تصبر علي. لا ما ينفعش تصبر عليا مرة. ما اصبرش. افتح ايدك. والكلام الخلصان يبقى ايه؟ يبقى خلاص عامي. الكلام دي. نضرب ايدينا كده. اضرب ازاي؟ ما اعرفش. خلاص بس. بس كده خلاص. شو ايدي عامله ازاي؟ هي امك ده معرفه. ماشي يا رميسه. يلا بقى. يلا عشان طولنا عليك. اشوفكم على خير. ما تنسوش بقى تعملوا والله بايت. مري ما انا قافله الفيديو حتى انت ايه يلا.
طب انا هنا انت بس عشان الوقت يعني جت طب يلا بس يا ما تنسوش اللي يا جماعه ما بنظرش انا يعني بدا لما بدات تعمل كده احس ان انا تعبت بقى بطلع نفسي بكح عشان هي عندها اللوز اصلا ما لهاش حاجه ايه سهل هي تشرب تاكل يلا وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعملوا لايك كتير 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 للفيديو معاكي استنى صوره بقى صوره بقى